l'Italia. L'Italia per noi è il partner italiano più importante. Questo progetto permetterà ai prodotti egiziani a raggiungere non soltanto il mercato italiano, ma anche al mercato europeo con concorrenza, competitività e anche con velocità. Nota perché النهارده انا المشروع ده انا ما اشتغلش ان هو فقط مكافات ولكن هيقوم عليه العديد من الصناعات او الصناعات التحويليه اللي هتكون موجوده، اللي هتكون زي ما ايطاليا النهارده او يعني هتكون نقطه دخول للمنتجات المصريه. احنا عندنا اتفاقيات تجاره حره مع الاتحاد الاوروبي، عندنا اتفاقيه تجاره حره مع الدول الافريقيه ودي اكبر منطقه اتفاقية تجارة حرة في العالم، واتفاقيات زي ما ذكر الكابتن سمير مع الدول العربية. اتفاقية التجارة الحرة الموجودة مع الاتحاد الأوروبي فيها بند بينص على المنشأ التراكمي، بمعنى النهاردة إن بعض الصناعات ممكن تقوم في دولة وتنتهي في دولة أخرى، وبعدها تقدر تصدرها وتستفيد من الاتفاقيات التانية. يعني المنتج الإيطالي ممكن يبدأ تصنيع وفقا للاتفاقيه ونكمل تصنيعه في جمهوريه مصر العربيه، بعد الحصول على 40% هيصبح مع شهاده المنشا يقدر يدخل بيها السوق الافريقي ويقدر يدخل بيها الاسواق الاخرى اللي لينا اتفاقيات معاها. Allora, questo non soltanto un progetto di trasporto e industria di trasformazione dei prodotti. Noi abbiamo, l'Egitto ha stipulato degli accordi con l'Unione Europea di commercio libero con l'Africa e con paesi arabi, e c'è l'idea anche di certificato d'origine accumulativo, cioè un prodotto che viene iniziato a essere fabbricato in Italia, poi completato in Egitto. Con una percentuale del 40% l'Egitto potrà emettere un certificato d'origine del prodotto. Questo progetto allora aiuterà a creare altri progetti. من المتوقع ايضا ان هتكون برضه مناطق لوجستيه سواء في الدولتين هتخدم برضه المشروعات وهتخدم البضائع المنقوله من او الى خارج جمهوريه مصر العربيه او الى جمهوريه مصر العربيه، وكل ده هيخلق فرص عمل جديده في الدولتين. Allora ci saranno anche dei centri logistici per il trasporto